شو علاقتك بالنادي الافريقي اليوم؟ طيبة. يوسف العلمي. يوسف العلمي انا ما نعتبره من منقذ النادي الافريقي واقوى رئيس جاء في فترة، لانه خلينا نفهمك حاجة، يوسف العلمي كت حد ما نجم يحط يدي في النار كي عملناهم. عملناهم النادي الافريقي جمعية تقريبا بمنهارة ماديا، يعني رجل يفارع في يسابق في الساعة بالساعة نستلم في الفلوس، ورياضيا رياضيا غارقة، جمعية سايبها سي شو اسمه عبد السلام اليونسي، اي سايبها غارقة غارقة، صعب جدا. مهم يكون طبعا فضل كبير الجمهور النادي الافريقي هذاك، نرجعوا له نقول يعني جم مش سهلة، مهم يكون اسمك النادي الافريقي ما تزيد تخليني في مرتبة تاسعة ولا عاشرة، مشكلة كبيرة. معناتها قعد رياضيا وماديا يعني انا نقول يوسف العلمي تعتبره رجل المرحله في الوقت هذا، رجل المرحله كومبيتون لدرجه كبيره واضح. واجي نقول لك والنادي الافريقي باش تشوفها في حجم اخر وفي كاليبر اخر، واجي نقول لك حاجه، والحاجه الباهيه ترجع النادي الافريقي ولبلاصتها، يعني عندك تونس فيها البحر في الصيف وترجي الكلوب في الشتاء. فما وعود من النادي الافريقي العلاقة التبسيمة، فما وعود ظهر. والله وعود شنو؟ والله سي يوسف قال تستحقوا حاجة نبعث لكم. اي نحن كنستحقوا ان شاء الله في ستاج يخلص علينا ستاج.